مساكم الله بالخير. اليوم السبت وموضوعنا كالعادة سياسي كل سبت. موضوع اليوم يخص قضية مهمة ومتشعبة وشملت أكثر من دولة في المنطقة، وهي الخلية أو الشبكة الاستخباراتية التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية. احنا عارفين هناك مجموعة تواصلت مع دول أخرى وحرضت على الفوضى وحرضت على إثارة الفتن في المنطقة، ومثل ما قلنا احنا دائما أن إثارة بعض القضايا الطائفية وغيرها ليست من صالح دولنا. فهذه القضايا أو إثارة مثل هذه المواضيع هناك من يصدرها لنا من الخارج لتحصل مشكلة عندنا في الداخل. فأساس الطائفية في المنطقة اللي هي إيران ما حد يصدر لها الطائفية، ولا في أحد يتكلم عن طائفية داخل إيران، كل الحديث عن طائفية في دولنا نحن. الكم الكبير اللي تم القبض عليهم في السعودية والأسماء الكبيرة والرنانة وحجم المبالغ اللي دفعت لهم وطريقة حمايتهم والتحويل، معطينهم أجهزة بلاك بيري مشفرة وتم تحويل أرصدتهم لبنك في تركيا، ويعني المخطط مبين أنه مخطط استخباراتي ولا يشمل فقط المملكة العربية السعودية. وأكثر دولة في المنطقة فيها إزعاج ومشاكل مثل ما أنتم شايفين وعارفين دائما هي الكويت. وطبعا ريحة هؤلاء التابعين لهذه الشبكة الاستخباراتية في الكويت فاحت وفاحت بشكل واضح وصريح. بدأوا يشعرون أنه تم حلق لحجارهم بعد القبض على أقرانهم في المملكة العربية السعودية، لذلك بدأوا يبلون لحيتهم لأن الدور جايهم. فبدأوا بإلقاء التهم هنا وهناك وبدأوا يلبسون ثوب الوطنية. فشفتوا الإثارة الكبيرة اللي خدت أكبر من حجمها من شخص تعودنا على إساءاته وتعودنا على بذاءاته، شخص مغرد إماراتي تعودنا على تطاوله وإساءته، مو أمر جديد، لكن ضخموا وكبروا الموضوع بشكل كبير قبل يومين. صوروا أن أساء للكويت ولسمو الأمير وللكويتيين، وهو بالفعل أساء إلى حد ما، لكن لم يسأ لكل هؤلاء، لم يعني ولم يسأ بهذا الشكل والتضخيم المتعمد من قبلهم. طبعا هذه كانت محاولة لضرب عصفورين بحجر. العصفور الأول وهو محاولة ارتداء لبس الوطنية وثوب الوطنية والظهور بمظهر المدافعين عن الوطن، وهم من أساء لرموز الوطن، وهم من أساء الوطن وحرض على الثورات والمظاهرات والفوضى ومارس التأجيج والتحريض منذ سنوات طويلة إلى اليوم. والأمر الآخر هي محاولة منهم الإساءة للإمارات واتهام الإمارات بدعم بعض الكويتيين واللي حطوا اسمي من ضمنهم، ومجرد اتهامهم للإمارات يصب في صالح الأطراف واللي تدعمهم واللي اعتادت أن تتهم الإمارات. كما أن اتهام البعض بتلقي الدعم من الإمارات طبعا يقصدون فيه أن مثل ما هم أخذوا من الإمارات احنا أخذنا من دولة أخرى، فبالتالي يحاولون يقللون من وطأة ما سيحصل فيما لو حصل شيء وتم إلقاء القبض عليهم أو تمت مساءلتهم قانونيا، وما أدري ليش الأمر تأخر إلى الآن. لذلك جهزون ومهدون إلى هذه المرحلة، مرحلة مساءلتهم قانونيا ومرحلة التمهيد فيما لو تم مساءلتهم قانونيا، فإن الشعب راح يستنكر ويقول هذين المساكين كانوا يدافعون عن الوطن ويدافعون عن البلد وقضايا الوطن. وهم بذلك يحاولون يخدعون العالم كله ويحاولون ينسون الناس بأنهم هم من دافعوا عن استبداد الدول الأخرى وتصفية الخصوم اللي حصل مثلا في تركيا، واتهموا دولنا ومن ضمنها الكويت بأنها تصفي خصومها السياسيين عندما حاسبتهم وفق القانون.
سبتهم على جرائم هم ارتكبوها تحت ذريعة حرية الرأي اللي طالبوا فيها بالكويت، وصفقوا وروجوا لدول أخرى ليس فيها أي مجال من مجالات حرية الرأي. هيك عن أنهم تظاهروا في الكويت ودعوا إلى مظاهرات واعتصامات وإضرابات عمالية، وصفقوا لمن قال لأمير الكويت لن نسمح لك. أن بعضهم يقوم بهذه الممارسات وهو مقيم في الخارج بتركيا ولندن وأمريكا منذ سنوات، وهناك من ينفق عليه ويعني يمارس التحريض من الخارج تحت غطاء أنه يكتب مقالة هنا أو مقالة هناك وما إلى ذلك، وهم الذين شيطنوا دولهم بسبب إشاعات وليست أخبار حقيقية، وبرروا هذه الأفعال نفسها عندما صدرت من دول أخرى، كلنا عارفين هذه الدول، ولا زالوا يصفقون ويطبلون الاستبداد في هذه الدول والقمع وتصفية الخصوم وسحب الجناسي وغيره. كما أن تخفي معظمهم تحت معرفات وهمية يدل على أنهم ليسوا مثلنا يعملون على مبدأ لا تبوق ولا تخاف، احنا الحمد لله كاشفين عن روسنا وعن اسماءنا الحقية وصورنا ونعيش حياتنا بشكل طبيعي، ولم نحرض ولم نخالف القوانين ولم نعمل ضد مصلحة الدولة بتاتا. واتهامهم ايانا بالانتماء للامارات اكبر دليل على انهم يعملون ضمن اجندة هذه الدول التي تعادي الامارات، لاني انا شخصيا مثلا اسافر السعودية في السنة اكثر من الامارات بكثير، وعندي علاقات مع بعض الامراء السعوديين، ولم يشيروا الى هذا الامر لا من بعيد ولا من قريب، بالاضافة الى اني مثلا في البحرين عندي علاقات مع كبار مسؤولين وعلى اكبر مستوى وصداقات وعلاقات شخصية، مع ذلك ما قالوا ان مشعل مثلا تابع لجروب السعودية او جروب البحرين، وانما ذكروا ان مشعل تابع لجروب الامارات لان المعذب اللي يأمرهم عنده مصلحة أن يشوش على الإمارات وعنده خلاف شخصي مع الإمارات إحنا ما لنا علاقة فيه، ونحن ندافع عن الإمارات والسعودية والبحرين وقبلهم الكويت بنفس القوة ونفس الوضع ومنذ سنوات، وهذا خطنا الدفاع ضد الفوضى وضد المظاهرات وضد التحريض على الأنظمة. وحتى اتهامنا بأننا مثلاً بزعمهم مدعومين من الإمارات يجب أن يتبعه اتهامات أو جرائم قمنا بها بحق دولنا وأعمال مخالفة للقانون داخل دولنا وأعمال عدائية قمنا بها كما فعلوا هم. واجبنا الديني والوطني فقط هو ما جعلنا نتخذ هذه المواقف، ولو كان ما يغرينا هو الريال لاستجبنا للريال الذي دفع لتشويه سمعتنا والذي عرض علينا لإغوائنا وإغراءنا خلال فترات طويلة. أنا أتحدث عن نفسي فقط، لكن أتكلم بصيغة الجمع دائما لأني متعود على الأسلوب الصحفي. الكاتب الصحفي لازم ما يقول أنا أو يتكلم عن نفسه كفرد أو بصيغة فردية، الأسلوب الصحفي دائما يتكلم الكاتب فيه بشكل أو بصيغة جمع، لذلك أنا دائما أتكلم وأقول نحن وفعلنا واتخذنا مواقف وما إلى ذلك، أتكلم بصيغة الجمع، وكل واحد ذكر اسمه عنده وسائل تواصل يقدر يرد عن نفسه وعنده لسان يتكلم عن نفسه، وكل واحد مسؤول عن نفسه. والأسلوب الصحفي هو اللي خليني أتكلم بطريقة هي منتصف بين العامية وبين الفصيحة، لذلك دائما تشوفوني أتكلم بين العامي والفصيح، ودائما أتكلم بصيغة الجمع، وهو أسلوب صحفي أنا متعود عليه من كتابتي في الصحافة خلال 12 سنة. المهم والخلاصة أنه حتى مع انتقادنا لبعض الدول لم نسئ لرموزها، وهي دول أخرى ولنا موقف متشدد تجاهها، لم نسئ لها ولا لرموزها، وأنتوا أسأتوا لرموز دولكم واللي مفترض أنها هي أوطانكم، لكن للأسف وطنكم الريال، وطنكم الحزب، وطنكم ولاءات خارجية، وأنتم ما تختلفون بتاتا عن خلية العبدري أو غيرها. استعداء وتدمير الأوطان بالسلاح واللي حاولوا يقومون فيه خلية العبدلي لا يختلف عما تقومون به أنتم من تدمير أوطانكم عبر الدعوة للمظاهرات والاعتصامات والإضرابات وإثارة الإشاعات والفتن
في الداخل الكويتي. المهم شوفوا لكم سالفة ثانية وضحكوا على الناس قصة غير هذه، شوفوا لكم شيء على الأقل يتصدق.